عن الدوال. تمام؟ اكتب دالة تمرر لها كود اللغة وتقوم بطباعة ترحيب بتلك اللغة. واضح ايش المطلوب؟ كيف؟ تمام؟ يعني ممكن انت تحط اللغات المطلوبة طبعا بطبيعة الحال AR والترحيب فيها مرحبا. هذا بامتحان صح؟ كيف؟ في امتحان سابق إلي هيكم ماخذين نماذج تطلبوا بدنا نماذج يا أستاذ مدنوية يعني بتصلوا لها هيكم نماذج. وانا بعلمك بايثون وبعلمك لغات قاعد. تمام؟ بالفرنسي بونجور، بالاسباني هولا، بالاسباني هنا لاتش سايلنت. تمام؟ بالتركي مرحبا. ايش كمان؟ بالروسي بريفيت، بس انا مش عارف الكتابة تبعتها هيك صح ولا لا. كيف؟ ممكن تعتبرها زي هيك يعني خلاص يعني مرحليا ومش عارف كيف تكتب يعني. كيف؟ مظبوط مظبوط. تمام؟ هجيت إذا اللغة لم تكن موجودة اطبع ترحيب. ايش اللغة الاكثر شيوعا؟ بالانجليزي. تمام؟ واضح ايش المطلوب في السؤال؟ تحاول تحله ولا احل لك اياه مباشرة؟ نعم؟ تحاول تحلو ولا حل لك اياه مباشرة؟ تحاول؟ مطلوب اكتب دالة بتمرر كود اللغة لإلها وبتقوم بطباعة ترحيب باللغة المطلوبة. يعني ببساطة تعمل def greeting. شو بياخد؟ language code. lang code هذا البراميتر، هذا اللي انا بفحصه كل مره. if
اللام كود بيساوي عربي AR. حيو أنا عندي في نفس السؤال أعطيت لك الكود تبع كل لغة. تمام؟ print مرحبا مرحبا. طبعا هذا multi way decision يبقى الف تعمل الف 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 آخر حالة else غير اللغات هذه الموجودة. احنا ايش اتفقنا؟ انجليزي. تمام؟ يبقى هنا هذا الكلام الف انجليزي get else بنحط نفس الرساله تبعت الانجليزي. ممكن عشان افرق لكم بيناتها انه your language is not supported so hello. تمام؟ لغتك مش مدعومه لذلك hello مرحبا بالانجليزيه. تمام؟ عملناش استدعاء. طيب طبعا بدي احط input ايش يا استاذ؟ شاشة شاشة هو سترينج هذا قضية ثانية انه احنا بنقعد نعالج في مدخلات الانبوت. انا بدي اركز هنا على الدوال. تمام؟ والله وضحت لك هنا في السؤال في نص السؤال قلت لك خلي بالك المدخلات لازم تكون شو اسمه يعني انه انت لازم تتحقق منها ساعتها يا بتفكر تعمل تراي واكسبت يا اما بتفكر انه يعني تعالج المدخلات بطريقه معينه. تمام؟ حكيت هنا بندخل لغه اي تي اي تي مش طالب اي تي ايطالي. تمام؟ هذه اللغه مدعومه؟ لا. Your language is not supported. هي بونجورنو بالمناسبه نفس الفرنسي بس بونجورنو بونجورنو. تمام؟ بس احنا ما حطيناهاش هنا فبالتالي راح طبع له الرساله هذه. صح اي تي ايطالي اي تي لانجويج كود تبع ايطاليا. تمام؟ تبع اللغة الإيطالية. طيب إي أس أولا إي آر مرحبا إي أم هلو آر يو روشن روسي بريفيت افار بونجور فرنسي بونجور ايطالي بونجورنو. تمام واخد بالك؟
فرنسي بونجور، ايطالي بونجورنو، عشان تقول ان احنا بنعلمكش يعني لغه برمجه بس، بنعلمك لغه برمجه ولغات برضو كمان مسجل. تمام. الماني مش مدعو. تمام. سو هلا هو فعليا المانيا اعتقد دوتش، دوتش اللغة تبعتهم دوتش. دوتش مش عارف الرمز تبعها يا اما دي يو يا اما دي اي دي يو. تمام. بغض النظر اي حاجة انت بتدخلها مش موجودة بالضبط، لو دخلت له حدا اجى قال اللانجويج كود انا عندي 1 2 3 بقول لك لغتك اللي هي 1 2 3 مش مدعومة. تمام. فبالتالي مرحبا هلا. تمام. الكوري بعرفش صحيح شعر. طيب حقيقة المطلوب منك الآن بدي أطلب منك مسألة سجل عندك عشان السؤال هذا أنت حتحله. اكتب دالة تمرر لها اسم الشخص ولغته وتقوم بإرجاع ترحيب بلغته. تقوم بإرجاع ترحيب بلغته. يعني تخيل انت ايش مطلوب بدك مرر مشغلتين الاسم مثلا احمد وحطيت تي ار او بلاش تي ار حطيت مثلا اف ار بقول بنجور احمد، حطيت اي ان انجلش هلو احمد زي هيك. تمام. فهو نفس اللي انا كتبته بس ايش بدك تسوي؟ بدك تضيف باراميتر تاني غير اللانجويج كود. تمام. وبدك تعمل كونكاتينيشن وبدل البرنت ريتيرن. يعني انا فعليا حليت السؤال ما ضلش كيف مش سامع. ده لا اول حرفين زي ما زي السؤال السابق. تمام. وكود كود لغته حرفين. تمام. أنا طالب منك تكتب دالة بتمرر شغلتين اسم الشخص وكود اللغة. فبالتالي هنا الديف نيم لانج كود تعرف أكثر من باراميتر في بيناتهم كوما. تمام. تو باراميتر مطلوبة لأنه هي تمرر لها اسم الشخص وكود اللغة. تو باراميترز. هنا بتبدأ تفحص عادي إذا كان اللانجويج كود بتساوي عربي ساعتها بتعمل ريتيرن. هاي الاختلاف بدل برنت ريتيرن لأنه إرجاع. تمام. يقرأ السؤال كويس وتجي تقول لي في الامتحان أصله أنا فكرت وأصله أنا لا، مكتوب أمامك بشكل واضح بالعربي إنه إرجع معنى ذلك بدك تستخدم ريتيرن. من الرجع مرحبا
ايش نضيف عليها؟ وهذا الكلام بدنا نكرره هنا. الف اذا كان انجليزي قول هلو. شايف انا ماخذ بالي من السبيس لانه بعمل كونكاتينيشن، بضيف السبيس هنا. تمام، هجيت حورجي لك بالفاصله ايش بيصير. هجيت الفرنسي بدي اعمل لك اياه بفاصله. طبعا إلس بدك ترجع نفس الكلام تبع الانجليزي. تمام، حورجي لك هلقيت في الاوتبوت، حتشوف في الاوتبوت ايش الفرق. وعشان هيك انا بدي اقول لك انه هاي مش صح انه انت تعملها، مش صح انه انت تعمل كونكاتينيشن زائد. تمام، لانه ريتيرن مش برنت هاي. طيب حقيقة نعمل الاستدعاء، طبعا طبيعة الحال نحطها في جملة print. تمام، وأقول له هنا input للنيم، وهنا كمان input للانك. تمام، هذا هاي احمد اي ار، مرحبا احمد. احمد اي ان، هلو احمد. هجيت شوف لي الفرنسي، الفرنسي في الكوما، شوف ايش حيطلع لي. هاي احمد اف ار، شوف كيف طلعهم، حطيه الاقواس لانه برجع لك اياهم كتابل. تابل لسه حناخده ان شاء الله في برمجه 2. تمام، فالكلام هذا كنا نعمله مع البرنت لانه البرنت بتقدر تاخذ اكثر من برميتر، بس هيك ريتيرن انه تعمل معها كتابل، لانه فعليا انت لما تقول له ريتيرن هذا برجع لك اياه قيمة واحدة، لما قلت له كوما رجع لك قيمتين، قلت له كمان كوما برجع لك ثلاث قيم. تمام؟ فعشان هيك اذا يعني انت متعقد من الموضوع بنفعش هنا انه انت تستخدم الكوما، والاصح انه انت تستخدم البلس. تمام؟ فهي كمان مرة احمد افار بونجور احمد. دخل اي لغة مش مدعومة. احمد اي تي بالانجليزي، هلو احمد. تمام، واضح يا شباب كيف؟ اخر حاجه إلس. هاي استنى يا استاذ، استنى، في عندك سؤال مطلوب منك تجيبه المره الجايه، حشوفه اول المحاضره الجايه. اكتب برنامج سجل عندك او اذا بدك تصوره، اكتب برنامج لمحاكاة الآلة الحاسبة. تمام، حيتجري عمليات الجمع والضرب والقسمة والطرح، أربع عمليات على رقمين عشريين. إيش الملاحظة هنا؟ هذا الكلام إحنا أخذناه قبل هيك، بس إيش استخدمناه؟ ما استخدمناش الدوال فيه، مطلوب هنا استخدام الدوال. يعني ممكن تعمل الجمع إله دالة، الطرح إله دالة، القسمة إلها دالة. تمام، وتعمل استدعاءات لهذه الدوال. واضح؟ لا، انت بتقول اذا الاشاره زائد بتروح تستدعي داله الجمع وتديها رقمين، اذا الاشاره ضرب تستدعي داله مختلفه، وهكذا. بس بدي اياك تتعود على الدوال لانه هذا الكلام احنا حليناه سابقا، بس بدك تعمل الدوال هنا. ايش يا استاذ؟
تعال تعالوا صوروا بجوال. اكتب برنامج لمحاكاة الآلة الحاسبة بحيث تجري عمليات الجمع والضرب والقسمة والطرح على رقمين عشريين. ملاحظة، يتوجب عليك استخدام الدوال للعمليات الحسابية والإدخال. بين الدوال والجمع. كيف؟ بين الدوال والجمع. في طبعا دالة الجمع والضرب والقسمة، هذه لازم يكون فيها إرجاع. تمام؟ يعطيكم العافية.